سجل جسر الملك فهد الرابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية رقما قياسيا جديدا بعبور أكثر من 136 ألف مسافر خلال يوم السبت الموافق 4 مارس، ليكون بذلك الرقم الأعلى في تاريخ جسر الملك فهد منذ افتتاحه. وفي هذا الصدد قال سعادة العقيد حمد محمد الهاجري مدير مديرية شرطة جسر الملك فهد خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، قال إنه تم وضع خطط استباقية لمواجهة الأعداد الهائلة من المسافرين بالتعاون مع مختلف الجهات العاملة في جسر الملك فهد، وذلك لتأمين انسيابية الحركة المرورية في ظل الأعداد الكبيرة. استنادا لتوجيهات سيدي معالي الفريق الاول الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفه وزير الداخليه حفظ الله ورعاه، متابعه حثيثه من قبل سيدي سعاده الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الامن العام، قامت مديريه شرطه جسر الملك فهد باعداد الخطط الاستباقيه الضروريه الخاصه بمواجهه الاعداد الهائله من المسافرين. نعم. ولتزداد وتيرتها اثناء الفعاليات المحليه والمناسبات والاعياد والاجازات الرسميه. يتم التنسيق مع الجهات العاملة بالجسر بما فيها الجهات الأمنية بالجانب السعودي من خلال الاجتماعات التنسيقية وعمل خطط أمنية وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك لتأمين انسيابية الحركة المرورية على جسر الملك. أيضا تكثيف الدوريات الأمنية والتنسيق مع الجوازات والجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد لفتح جميع المسارات في منطقة الخدمات وبوابات تحصيل الرسوم بغرض تسهيل وانسيابية حركة المسافرين.